دخل ملك الموت على نبي الله داود، فنهض النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أهلا بأخي وحبيبي ملك الموت، أجئت قابضا أم زائرا؟ قال: لا، جئت أعلمك بأمر هذا الشاب الذي في مجلسك، بقي يا نبي الله داود في عمره 10 أيام، والشاب عمره 20 سنة، ليجالس نبي الله صلى الله عليه وسلم. فاغتم نبي الله داود وأخذ يراقب هذا الشاب، ومضت الأيام 10 ولم يأتي ملك الموت لهذا الشاب، وإذا بملك الموت يدخل على نبي الله صلى الله عليه وسلم سيدنا داود، فنهض وقال: أهلا بأخي وحبيبي ملك الموت، أجئت قابضا أم زائرا؟ قال ملك الموت: لا يا أخي داود، لقد جئت أعلمك بأمر هذا الشاب الذي خرج من مجلسك. قال نبي الله: بلى يا ملك الموت. قلت لي 10 أيام، إلى اليوم أصبحوا 16 يوما. قال أمرني ربي أن أقبض روحه، فمشيت شرقا وغربا فلم أجد له لقمة يأكلها ولا جرعة ماء يشربها، وما بقي له إلا الأنفاس المعدودة، وهو يمشي وأنا أمشي بجانبه، فمر به فقيرا وقال: أعطني بالله عليك من مال الله الذي آتاك به. فمد يده ذاك الشاب في جيبه وأخرج 6 دنانير، وأعطاها للفقير، فقال الفقير: أطال الله في عمرك وجعلك الله رفيقا مع سيدنا داود في الجنة. فناداه رب العزة تعالى: يا ملك الموت لا تقبض. قال ملك الموت: ربي، لم يكن له لقمة يأكلها ولا جرعة ماء يشربها، ما بقي له إلا أنفاس معدودة. فقال الله: يا ملك الموت، أما رأيت من أعطى الفقير؟ قال: بلى. قال: أما سمعت دعاء الفقير؟ قال: بلى. قال: اذهب إلى نبي الله داود صلى الله عليه وسلم وقل له: السلام يقرئك السلام ويقول لك إن الله أعطاه ب6 دنانير 60 عاما، ولا يموت إلا وله من العمر 80 عاما، وهو رفيقك يا داود في الجنة. فيا أحباب، الرسالة إليكم: أكثروا من الصدقات، فهناك الكثير من الفقراء وهناك الأكثر من الأغنياء. بارك الله فيكم، هذه رسالة للأغنياء: اتقوا الله في مال الله، واتقوا الله في أنفسكم، واتقوا الله في عباد الله. أيها الأغنياء، ما خلق الله النار وما خلق الله الجنة إلا ولهم أهل، فاللهم لا تجعلنا من أهل النار، واجعلنا من أهل الجنة. بارك الله فيكم، أخوكم بالله أحمد أبو النور، لكم ولي وللمسلمين أجر نشرها يا رب العالمين، فإذا سمعتها انشرها، عسى الله أن يكتبها في صحيفة أعمالنا أنا وأنت والمسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.